بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أبنائي التلاميذ، تلاميذ السنة الثانية متوسط في قناتكم قناة التميز في العلوم الطبيعية للطور المتوسط. نبدأ على بركة الله في شرح دروس مادة العلوم الطبيعية لسنة ثانية متوسط، ومع أول درس وهو خصائص الوسط الحي. قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك بالقناة، الإعجاب بالفيديو، وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. قبل أن نبدأ، نذكركم بأنه يوجد في سنة ثانية متوسط ميدان واحد وهو الإنسان والمحيط، وأول مقطع وهو مقطع الوسط الحي، وأول مورد خصائص الوسط الحي، ونبدأ على بركة الله تعالى. وأول نشاط وهو إحصاء عناصر الوسط الحي، يمثل كل من المدينة، الواحات، الشلالات مثلا، الغابات، البحار، القسم مثلا، إلى غير ذلك. ومنه يمكن القول بأن الوسط الحي هو عبارة عن حيز جغرافي يتكون من عناصر حية وعناصر لا حية، سنتعرف عليها بإذن الله تعالى. نبدأ الآن باستخراج العناصر الحية الموجودة في هذا الفيديو. أرى أمامي أشخاصا أو بشرا، طيورا، نباتات أو أشجار. إذن هذه كلها عبارة عن عناصر حية أراها أمامي، ويمكن أن توجد أيضا أسماك في البركة الموجودة أمامنا وحيوانات أخرى. إضافة إلى وجود بقايا أوراق نباتية، بقايا حيوانات ميتة، ريش طيور كمثال، إلى غير ذلك. أما عن العناصر اللاحية، إذن يمكن أن تكون عناصر لاحية طبيعية كمثال السحاب، الهواء، الضوء، الرياح، التربة، الصخور، الحجارة، إلى غير ذلك. خذ المثال على جدول يتضمن إحصاء عناصر الوسط الحي. إذن ينقسم الوسط الحي إلى عناصر حية تتمثل في الكائنات الحية وآثارها، وعناصر لا حية. كمثال عن الكائنات الحية وآثارها، يمكن أن نجد نمل، ذباب، عناكب، إنسان، كائنات حية دقيقة، ريش طيور، أوراق ميتة، قواقع الحلازين. أما العناصر اللاحية فيمكن أن تقسم إلى طبيعية كمثال الماء، الهواء، الضوء، الحرارة، التربة، الحجارة، وإنجازات الإنسان والمتمثلة في البنايات، الجدار، المعادن، مقاعد جلوس التلاميذ، إلى غير ذلك من إنجازات الإنسان. الاستنتاج، نستنتج بأن الوسط الحي عبارة عن حيز جغرافي يتكون من عناصر حية، وهي تتميز بأدائها للوظائف الحيوية كالتغذية، التنفس، التكاثر، وتتمثل في الحيوانات، النباتات، الكائنات الحية الدقيقة، الإنسان، ويشكل مجموع هذه العناصر الحية ما يعرف بالوحدة الحياتية أو نسميها بيوسينوز. ثانيا، عناصر لا حية، وهي عبارة عن عناصر لا تؤدي الوظائف الحيوية وتتمثل في التربة والمناخ الذي يشمل الإضاءة، الحرارة، الرطوبة، بالإضافة إلى المنشآت التي ينجزها الإنسان ومظاهر نشاطاته، ويشكل مجموع هذه العناصر ما يعرف بالبيوتوب. بعدما تعرفنا على عناصر الوسط الحي، سنتعرف الآن على أنواع الأوساط الحية. ببساطة يمكن تصنيف الأوساط الحية إلى ما يلي: أولا، أوساط برية وتشمل الوسط الغابي والوسط الصحراوي. ثانيا، أوساط مائية تشمل أوساط مائية عذبة كالوديان والمستنقعات والبحيرات، وأوساط مائية مالحة كالبحر. أخيرا، تعريف الوسط الحي هو عبارة عن وحدة حياتية مرتبطة بمدى حيوي جغرافي. الوحدة الحياتية هي مجموع العناصر الحية. أما المدى الحيوي الجغرافي فهو مجموع العناصر اللاحية. وننتقل الآن إلى ملخص شامل لما قلناه. يتكون الوسط الحي من عناصر حية تدعى الوحدة الحياتية، وتشمل الإنسان، الحيوانات، النباتات، والكائنات الحية الدقيقة. ويتكون الوسط الحي أيضا من عناصر لا حية تدعى بالمدى الحيوي الجغرافي، وتشمل التربة، المناخ، الماء، والمناخ بدوره يشمل الإضاءة، الحرارة، والرطوبة، بالإضافة إلى إنجازات الإنسان التي تدرج ضمن العناصر اللاحية. إذا كان هذا ملخص أو شرح لدرس
خصائص الوسط الحي. أرجو من الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم. دمتم أبنائي طيبين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى ومع درس آخر.